بالعيون جرى التوقيع على اتفاقية توأمة بين جماعة العيون ومدينة أرلينتون بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تندرج في إطار التعاون اللامركزي بين المغرب والولايات المتحدة. المدينة الثانية اللي جاءوا وقعنا معهم توأمة يبين تعزيز الكلام اللي قالت النهار الأول أمريكا، اعترافها بالسيادة المغربية واعترافها بالحكم الذاتي أنه هو الحل الوحيد للمملكة المغربية تحت السيادة المملكة المغربية، وهذا يعزز بين الثقافة والسياسة والاقتصاد بين نحن والولايات المتحدة الأمريكية. بموجب هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على تعزيز علاقات التعاون والشراكة خاصة في القطاعات الاقتصادية والثقافية والفنية والتربوية والسياحية والبيئية. الاتفاقية التي وقعناها تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون من أجل رفاهية المجتمعين من خلال التبادلات الاقتصادية والتربوية والثقافية، كما أني منبهر للغاية بجودة البنية التحتية بالعيون، فالمدينتين تتقاسمان مصالح مشتركة في إطار من التفاهم المتبادل. الاتفاقية تنبع من الرغبة المتبادلة للطرفين في إرساء علاقة صداقة بناءة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمصالح المشتركة وفقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل في البلدين.